فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حضرة طعام. الحديث يستدل به بعض الناس في رمضان على تأخير صلاة المغرب، فما هو توجيهكم حيال ذلك؟ توجيهنا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غربت الشمس فإنه يفطر على رطب إن كان وقت الرطب، أو على تمر إن كان وقت التمر، وإذا لم يكن عنده رطب ولا تمر فإنه يحصل حسوات من الماء ثم يخرج للصلاة. نحن نفعل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم.